هو قبل ما يموت بثلاث ايام قال لي ان انا هموت، وانا ما صدقتش ان هو الكلام ده عادي يعني اتاخد بيهزر. لا ما عندوش مرض، ما حدش يقول مريض، اللي يقول مريض يبقى هو المريض. ما حدش يقول على محمد سلطان مع صراع مع المرض. اي حد يقول صراع مع المرض هو اللي عنده مرض. كان متدين وبيصلي الفجر وانسان خلوق وانسان بيزكي وانسان يمكن ما فيش منه يعني. وبس انا بوجه رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي ان انا عايزه اي حاجه بتتعمل للاستاذ محمد سلطان، لان ده عمل افريقيا مصر بلدنا وعمل اغاني وطنيه كتير، من حقه يتكرم في بلده بحاجه ليه. نسيت اخيرا اتلف بعلم مصر وانا لفيته بعلم مصر وصلى عليه في امرنا. عمره ما يزعل من اي حد محمد سلطان ابدا، كل الناس بتسال عليه، مش حد ما يسالش على الاستاذ محمد سلطان، سواء الناس معروفه او مش معروفه، او من امريكا او من كل دول العالم ومن السعوديه. سالت الاستاذ محمد سلطان مره ما اعرفش العزاء مين، ما كانش فيه ناس، قال لي مش مهم الناس اللي تيجي العزاء، المهم الناس اللي تحبه. الاستاذ محمد سلطان على السوشيال ميديا شوف الناس قد ايه بتحبه، تختم له القران. ميادة الحناوي كانت كل يوم تعمل مكالمه تليفونيه بينها وبين الاستاذ محمد سلطان. كان روتين ايه؟ كان روتين يومه ايه بقى في الفتره الاخيره؟ كان بيمشي ازاي يومه؟ كان بيمشي بيصلي بيروح النادي، بنخرج هنا نروح نشتري حاجه، ناخد العربيه نلف شويه، ده يومنا العادي. كان محب لتربيه الحيوانات؟ كان احنا عندنا قطط. انا وهو بيحب، كان بياكلها قبل ما هو ياكل يعني، قبل نقعد مع بعض احنا على السفره ياكل القطط وناكل مع بعضنا. اكتر الكلمات اللي اثرت فيكي او المواضيع اللي هو كان بيقولها بتاثر في اي حد؟ هو اكتر حاجه بتاثر فيا لما يقول لي حبيبتي يا سميره انت لو جرالي حاجه هتعملي ايه. كان اكتر حاجه بتاثر فيا، وهو هو مأثر فيا يعني، مش لسه هيأثر، هو مأثر فيا بطريقه يعني. انا من لما شفت عشر لونج ما قدرتش انساه، جالي انهيار عصبي حتى لدرجه ما قدرتش الجنازه، لان انا عندي انهيار عصبي بتعالج مني. انت اول حد؟ انا اول حد، لان انا اخذت ورحت المستشفى وطلبت الاسعار ورحت المستشفى. يعني الايام الجميله 25 سنه اللي انت قضيتها مع بعض، او انت كنت معاه دايما، كلمه بقى توجهها له هو اكيد سامعنا كلنا. الله يرحمك يا حبيبي، وانا مش هعوضك تاني ولا مصر هتعوضك تاني. الاستاذ محمد قيمه وقامه ومثقف ومتدين ومتعلم، بس يا نجاء للرئيس السيسي انه يبص لنا الموضوع ده. ممكن تقول لي اسمك الاخير؟ وفعلا انا عملت البعض قال ان اسمك بقى ممكن تقولين اسمك؟ طيب البعض اللي قال هو عمل عيد ميلاد ده كذابين. اولا الاستاذ محمد سلطان، انا مش في ذهني الحاجات كلها، عمره ما بيحب يعمل عيد ميلاد، لان الاستاذ محمد عبد الوهاب بيقول له انا ما بعملش عيد ميلاد يا محمد عشان عيد الميلاد بيعدي يوم من العمر. فانا اتجاه انا مش ضد في الموضوع ده، ضد احنا العمر هيعدي. فانا قلت ايه، رحت عملت تورته، عملت عزمت الاستاذ عاطف عبد العزيز صحفي، وعزمت مدام داليا ماهر، وعزمت بعض من الاصدقاء اللي مش معروفين في الوسط الفني يعني انا عارفاهم، وقلت افرح وعملت له عيد ميلاد ونشرته على النت، وكان مبسوط وفرحان جدا ان اول مره يتعمل له عيد ميلاد والناس تقعد تحتفل بيه. من انا عملته غصب عني. ده قبل وفاته بقد ايه؟ ده قبل 20 سنه.